السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى سبحانه جل في علاه، أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا. اللهم ارزقنا تدبره وارزقنا العمل به إلى أن نلقاك يا كريم. حديثنا مستمر عن أنوار فاتحة الكتاب، فاتحة الحياة. لا حياة لقلبك إلا بهذا القرآن وهذه السورة خصيصا، هذه السورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتناجيه بها كل يوم 17 مرة على الأقل. توقفنا عند قوله جل في علاه، قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تكلمنا عن اهدنا الصراط المستقيم، ثم تعريف آخر. الآية دي بيسميها علماء اللغة بدل أو عطف بيان. يعني إيه بدل أو عطف بيان؟ يعني الآية اللي جاية دي بدل عن الآية اللي قبلها، يعني بدل يبين المراد بالذي سيق قبل ذلك، أو عطف بيان القصد منه ليس التكرير وإنما إيضاح الأمر أكثر وأكثر. وكأن القائل لما سمع اهدنا الصراط المستقيم قال: يا رب، وما الصراط المستقيم؟ فأراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبينه ويوضحه أكثر فأكثر، لأن القرآن ده اسمه إيه؟ بل هو آيات بينات والكتاب المبين. طيب إيه اللي موجود بقى في الآية دي؟ يقول سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا بكده أن كلمة الصراط معناها يا جماعة صراط من الفعل صارط، أي ابتلع بسهولة ويسر. وقلنا هو الصراط، الصراط هو الطريق السهل الواسع الموطأ الذي يوصل إلى المقصود. ربنا سبحانه وتعالى هنا نسب الصراط إلى الفئة المؤمنة. فتلاقي في آيات تانية ربنا يقول لك إيه؟ وأن هذا صراطي، صراطي مستقيما. يعني ربنا أحيانا ينسب الصراط له، لأن الدين هو دينه والشرع هو شرعه والأحكام دي هو اللي شرعها سبحانه وتعالى، وأحيانا ينسب الصراط إلى الفئة التي سارت عليه اللي هم مين؟ أهل الإيمان. هنا ربنا سبحانه وتعالى نسب هذا الصراط إليهم، إلى هذه الفئة المؤمنة. بس ربنا عرفهم تعريف جميل قوي، قال إيه بقى؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. قلت قبل كده يا جماعة إن أعظم تفسير للقرآن إيه؟ أن يفسر القرآن بالقرآن. ربنا قال في سورة النساء آية جميلة قوي، قال إيه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من، اسمع كده، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا ممكن لو سألتك سؤال: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ تقول لي النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين، ومعهم من أطاع الله والرسول. طيب هنا ربنا قال صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال: هو أنا لو شفت واحد معاه فلوس وعايش مترفه جدا، هو ده ما اسموش ربنا أنعم عليه؟ إيه معنى كلمة أنعم؟ يقول لك فلان وشه ناعم، وجوه يومئذ إيه؟ ناعمة. والجنة اسمها إيه؟ اسمها دار النعيم. ايه معنى كلمة نعم الشيء؟ قال لك النعيم من الفعل نعم، اي صار في عيش الراحة والترفه. واحد عايش مرفه، عايش في الفخفخة زي بيقولوا، والجمال مفيش تعب، مفيش مشقة، مفيش منغصات، مفيش اشياء تكدر عليه حياته، اسمه ايه؟ اسمه عايش في نعيم، اسمه انسان منعم. عشان كده سميت النعمة نعمة ليه؟ ربنا قال كده،
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن كل شيء ربنا بيدي للإنسان كنعمة تؤدي إلى أن يعيش الإنسان مرفها في راحة ونعيم. جميل كده؟ طيب سؤال، هنا ربنا قال صراط الذين أنعمت عليهم، اشمعنا وصف الهداية للإسلام والهداية للطريق المستقيم بأنها النعمة؟ لأنها هي النعمة الكاملة، ولأنه لا ينعم على الحقيقة في الدنيا ولا في الآخرة، احفظ هذه، احفظي يا أختي بالله عليك الكلمة دي، لأنه لا ينعم في الحقيقة على الحقيقة في الدنيا والآخرة إلا أهل الإيمان. يعني إيه لا ينعم؟ خدها مني قاعدة، ربنا قال في القرآن إيه؟ في سورة طه، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي اللي هو الصراط المستقيم ها فلا يضل نين ولا إيه؟ ولا يشقى. كلمة الشقاء يقول لك فلان ده شقيان خالص، عايش في شقة، يصحى الساعة 6 الصبح ويرجع الساعة 6 بالليل وممكن شغل آخر النهار وحالة يعني الله المستعان، وفلان مولود في بقه معلقة ذهب، تحته العربية المرسيدس والفيلا مش عارف فين والشاليه في المكان الفلاني والأرصدة البنكية ومتجوز أحسن واحدة وأجمل واحدة. هذه مقاييس الناس، لكن هذا نعيم الجسد. صحيح هتبص على وش الراجل الغلبان ده هتلاقيه مكرمش والشقة باين عليه والتعب وإيده تعبانة مكرمشة كده، والتاني مفيش خالص، حاجة كده يعني سمباتيك وناعم، أكل معين، مية مش عارف اسمها إيه، حياة، عايش في نعيم دنيوي في الظاهر. لكن أنت ترى بعض الصورة، الله تعالى قضى قضاء لا يرد. قال إيه؟ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في فرق كبير جدا جدا بين واحد منعم بدنيا وواحد ربنا رزقه طيب القلب وطيب الحياة. أقسم بالله غير حانث أنه ما من إنسان ينأى عن الطريق المستقيم خطوة إلا وتكدر عليه حياته بنقطة، وعلى قدر قربه وبعده يكون حظه من طيب الحياة. خلصانة يا جماعة، والله والله خلصانة. أشقى الناس مين؟ أشقى الناس من اجتمع عليه شقاء الدنيا والآخرة. أنا بتكلم على إنسان من نوع آخر يا جماعة، اللي ربنا أرادك عليه، ربنا يعلم أنك ممكن تبتلى في الدنيا دي بالفقر، تبتلى بالفقد، تبتلى بالمرض، تبتلى بتسلط ظالم، لكن لما تكون على الصراط المستقيم وربنا عمر قلبك بالإيمان تطيب حياتك مع الفقد، وتطيب حياتك مع الفقر، وتطيب حياتك مع المرض وتسلط الظالمين. ابن تيمية رحمة الله شيخ الإسلام تيمية لما سجنوه في القلعة قال إيه؟ قال ما يصنع بي أعدائي، هيعملوا معايا إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي، إذا قتلوني فقتلي شهادة، وإذا سجنوني فسجني خلوة. الإنسان مش ممكن يوصل للحالة دي إلا إذا ربنا أنعم عليه وعوضه بطيب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من أحيانه لا يجد ما يأكله، بل ممكن يصحى الصبحية كده يقول له من عائشة أو حد من زوجاته في أكل، لا ما فيش يا رسول الله، خلاص أنا صائم اليوم. ويواصل لليوم الثاني، يواصل. طب هو اصلا كان قايم جعان اصلا، هو اللي بيسأل على الاكل ده اكيد جائع صلى الله عليه وسلم، وواصل لليوم الثاني، ووصل طبعا حرام علينا احنا. فالصحابه قالوا طب من وصل زيك يا رسول الله؟ الكلمه قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. يعني ربنا بياكله؟ لا لا لا، اهدى بس، مش معناها الاكل والشرب، ده ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه بطيب الحياة جراء المناجاة والتعبد والتنسك، حتى أنه يعود لا ظمأ ولا جوع، منتهى الري. لما الروح بتشبع، عارف كان في واحدة بتغني بتقول كده إيه المغنى حياة الروح، هذا كذب. لكن لما تفسد الروح بتنعم بالخبائث. أديك مثال، لو واحد كان ماشي في طريق نظيف وشم ريحة حلوة جدا طيبة يعني،
اول ما عدى على مقلب زباله اعزكم الله، مقلب زباله معدى عليه بالعربيه بتاعته، اول ما شم الريحه ينطعد ويقفل مناخيره وبتاع. لو طول في الطريق ده مقلب زباله 5 كيلو ولا حاجه مثلا يعني، وصاحبنا مكمل في السكه، هو في الاول كان ايه قرفان، بعد شويه سابت يقدر يوصل منطعد شويه، بعدها بشويه عادي جدا، ممكن بعدها بشويه يبقى مدمن الريحه دي. عارف تلاقي في ناس بيشربوا بيشموا الكل، هو بيستمتع بالخبائث فيشرب سيجاره الحشيش ويستلذ، هو في الحقيقه اصلا لا استلذاذ بها. زي الاغاني كده، الاغاني لا تنعم الا القلوب الفاسده، هو يا قران كلام ربنا يا كلام الشيطان، مفيش تاني. فربنا جعل طيب الحياه مين؟ لاهل الايمان. عشان كده ربنا سماهم ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، هم دول اصحاب النعيم. ربنا قال في القران كده ان الابرار لفي نعيم، اي في الدنيا والاخره، وان الفجار لفي جحيم، اي في الدنيا والاخره، قضي الامر والامر منتهي. اصحاب النعمه الكامله من؟ ومن يطع الله والرسول. خد لك واحد في الاربعه دول بقى يا باشا، عاوز تبقى معاهم عد كده، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. معلش ما خلاص مش بتاعتي دي، بقاش في نبوه تنفع الثانيه، والصديقين، تبقى صديق. عارف يعني صديق؟ يعني واحد بلغ في التصديق بالغيب وبالله وبرسله والصدق في العمل الصالح لدرجه الصديقيه، وامه صديقه، ابو بكر الصديق، دول فئه برضه كده تحت الانبياء. طب الثالثه والصديقين والشهداء، بس انا والشهداء فين؟ مش عارف اوصلها. اطلبها انت بس بصدق، انك تشهد بعملك على صحه الاسلام يا رب، ولو مت على فراشك ربنا يطلعك الدرجه دي توصلها. ليه؟ لانك سالت الله ذلك بصدق. الرابعه بقى ما اوعى تعديك، والصالحين، تكون انسان صالح. يعني ايه انسان صالح؟ يعني الاصل فيه الصلاح، مش عايزينك معصوم على فكره، وربنا ما ارادكش معصوم. خلق الانسان مفتنا توابا ها نسيا اذا ذكر ذكر، لما تقع تعود. لما يكون الاصل فيك الصلاح، يعني الصلاه الحمد لله بصلي، لما يقع مني فرض اللي هو يروح مني في الجماعه مثلا، يروح مني في الجماعه ما اخشعش في اول ركعه، لكن انا يعدي علي الظهر مع العصر فعش. النساء نظره فجائيه كده وانا ماشي في الشارع، لكن افتح بايدي فيديو للرقاصه وابص عليه في مشكله، يبقى قلبك محتاج حاجه، محتاج وقفه. يبقى صراط الذين انعمت، تاني كده هنا حته مهمه جدا، انعمت عليهم، الله تعالى صاحب النعمه، هو الذي سيجتبيك لتكون من هؤلاء. عشان كده يوم القيامه صاحبنا اللي كان له صاحب عمال يقول له ما تيجي يا عم تفرفش معايا، تعالى هنروح السيما، ده في فيلم معمول جديد مش عارف اسمه ايه كده، والبطله تعالى يا عم نشرب الحاجه الفلانيه، وربنا ينجيه بنعمته. عارف يقول يوم القيامه ايه؟ ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. هي دي النعمه. نسي بقى نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الولد، هي دي النعمة العظيمة، إن ربنا يجتبيك فيجعلك مع الركب ده الثلة المؤمنة. وربنا بيفكرك صراط الذين أنعمت عليهم، لما تقرأ القرآن عيش مع الناس دي، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، تلاقي القرآن مليان حديث عن هؤلاء. قف مع كل قصة، مع كل موقف، مع كل حدث، لتتعلم كيف ثبت من ثبت، وكيف نجا من نجا، وكيف وصل من وصل. صراط الذين أنعمت عليهم، كن مع هؤلاء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إياك والتفرد، إياك والانعزال عن الثلة المباركة المؤمنة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أو الشهدية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان، متأملا في بوح آية ربنا
ترجو به أجرا من الرحمن. يا قارئا آي الكتاب مرتلا متدبرا في النور والتبيان.